سانسي سيسي دودو. الله ما بحلو. الوان فيه حلو. افكر خلينا على الحصان. والله حصان قوي يا اخي. اول كنت اتريق عليه بس طلع مره قوي. كيل بلاك سميث حلقيه واقفه هنا في مكان ما. المكان هذا هو الرجال اللي واقف. اوه اسمعوا. بس ما في مرحله. مين اخوه؟ الغوريلا ما تموت. هنا الليفل الأعلى مني، ايش حسوي؟ اتوقع مقدور عليها. يعني لي 5 ساعات و20 دقيقة ظهري بدأ يتداعي. تحس دمه كثير. وهو اسد ثاني. يعني كوري اسد، اسد في كل مكان. اسد. طب قول اسود. اسد. ليه ما مداني استخدم الاوبن ارت حقي؟ اها. يو ار ديد لاين. جالس اضربها هي. والله بطلة هذه طلعت. بتن ترابل. والله لكمه صراحة. أنا سايبه. استغل تواجدهم. ما جاف شكلك. قتلها. وضربني تاني. حيوان. لازم الواحد يكون متوقع أي شيء في اللعبة ذي والله. أنا كده ماشي صح ولا طريق جديد هذا؟ يب طريق جديد هذا. هنا في أسد وفي سنجاب. أسد ما شافني صح؟ السناجب كثير مرة. أتمنى السنجاب يسيبني في حالي. حش حرفيا جالس تنمر علي. ما كان لازم أشرب تصدقوا؟ كلاب يا أخي. أسد مخطط. ها طيب فهد يعني تباني أقول فهد؟ قل لي اسمه فهد خلاص، لا تجلس تكون كذا ساركاستك. تحاسبونني على كل شيء. ناني كره. والله أحس الإفكتات مال أمه داعي. أساء خفيف مرة. أنا وضعي كويس كذا لا أجلس أفتي. دام الوضع كويس مو لازم نتصرف. طول ما دام الوضع كويس مو لازم نتصرف. هذه كحورية. 2 3 4 مليان سناجب. راوخت ترى. مات. واو لعيب مره لعيب وديع. فكيت الالتي واد يا اخي. بيراوغوني مره كويس. ابو ميعاد شكرا على الفولو. ما بقي له شيء. تستنت خلاص ماتت. نقول ان شاء الله ما متنا. لسع وجهي. نكت نفسي بنفسي. كم ليفلي؟ كنت 23. المنطقة هنا مكتوب 25 المفروض أكون. بس خلي كذا أحسن. شوية الواحد بيحس لما ينضرب. ما في حد. شايفين أحد يا جماعة تحت؟ I do not see anyone. الله يستر. شكله الماستر هو بنتضارب معه. فريق ما في حد. بسم الله. قال ما في حد. نص تمساح. الو اوكي ضرب الشخص الغلط. شيش. طيب يعني لما قررت اكون اجريسيف قرر انه يضربني ضربتين عادي. تمساح وماره. نص تمساح يا تم. بس هذا تم بدون الساح. تيا شبكنا النار فيه. مفروض ستن ما ننضرب. اوكي بيضربنا من نفس الضربه. ليه ما يحبوها مرة؟ ما شاء الله مرة تانكية. ماخذ الأجرو كله مني. طبعا هذا بس كذا تصبيرة قبل البوس. البوس حيكون شيء أقوى من كذا بكثير.
يا توا نه دوندو دوندو سوبراشي نه سي سي هي سي هي بس اللي فالحة فيه سي يقول لك من الفطنة أن تعرف متى أن تستسلم. يمكن ورا البوس يفك طريق كان سر المكان سر. أنا أقول ننزل البوس نتضارب معه خلاص ما هتفرق هتفرق معنا فيش completion. Who needs completion? Nobody. Nobody needs completion boys. شوف هذا الماستر حقه بتضارب معه دحين صح؟ اوه دركت ام العصفور ايش يا غوريلا برضو غوريلا اسد اهو فار سونيك كبير ياد كريبي صح عاد ما عندي وصف للشي ده حصان على فور على اوكي مات اسمه اوي شايفين اسمه هنا هنا اسمه جنبي هنا شوفوا الكويس انه حجمه كبير فحيتلكم من الحصان حقي بس برضو حنحافظ على الحصان لان كده نحس نفسنا جبنا تراي كويس فاهمين والله اسمه خرا اللودينج طول قال لك ايش بيضربنا قال ها ما اقدر اضربني بكل الاذرع حقه يا اخي ما اعرف متى بيضرب نجاف شكلك صديت صديت يا هو لك موجي كنت ماشي مره كويس هذيك لو ما قتلت بترجع لوحده ولا ايش اساس رجعتها ليتني ما رجعتك انا يدوب شايف وجهه بدأت افهم ايش باي شيء يفكرني بجود سيموليتر حرفين شيء يفكرني بجود سيموليتر واتاشيغا واتاشيغا بتموت بسرعة يا واتاشيغا ما ينفع كذا اوكي عنده حاجات في ظهره لو وقفنا ورا ظهره يضربنا بيها يا جماعة انتوا فاهمين اللي بيصير ألعب معاه بهدوء عشان أفهم خلاص ماتت علقت اللعبة لا ايش ايش ده جالس اصد يا اخي جالس اصد احسن والله كيف تحكي خويانك دحين عن بوز زي كذا والله يا عيال ضربت مع بوز اسمه ولك مزياد لازم يكون الاسامي البوسات لها اسامي كذا ايقونيه زي ما يقولوا اسمه اسمه احرف الضمائر كلها في اسمه اي او اي او واي اي كيف انطق اسمه انتوا ايش رايكم ايش كيف يتكتب بالعربي عشان اعرف انطقه انا كمان احس ما يتنطق التايمينج يختلف عشان يده مو دائما بنفس البعد بس استنى اول مره اضربه بالضربه ذي وهو في السوداء شكله ريزيستنت للفاير تصدقوا كونو ماما جا تعليق للأبد
شكرا لك والله. طيب في مشكلة في الفريمات باي ذا واي. نار مو بطالة والله. مت. لازم نصد له ضرباته الحمراء. استسلم يا نوب. لا لا ما عليك يا بحر. ما عليك ما عليك. عندي عندي عندي. سبالة تركيز. ضربة وضربة. ضربة وضربة وصد. خلاص نجرب. على اساس انه دحين حيختلف. والله هو ترى يجي خلاص. لو فكيت كمان الحبة الأخيرة ذيك جي جي زي كذا. جدا جميل راي. جدا جميل جدا جميل. نقول رجعها تشغلوا عني شوية ترى. جميل جدا. هي شوية وفك له الحق الحصان. وقت مناسب. ياد ايزي ياد مرة ايزي ياد مرة ايزي. حصان وفي كنت زعلان انه معايا طلع مرة وفي الواد. ملا الماستر حقه اول غراب يا عيونه نيتشا نايا بحر تقول لي نوبا. اوكي الغراب هو تاسكاتازا. الغراب هو شيشو. حيجيني تحول غراب. ننظروا الى النظرة. نفس الغزال اللي كنت اتضارب معاه قبل شوية بس تنظف شوية. شكله اخر شيء حيجيني كيناري. شيء تناسب معايا. سونو سيكا. بالعافية. شكله لبن هذا. لبن مخففينه بالمويه يا جماعة. ايش في ايش هذا؟ قصة غريبة. حكايدو. يا عمي. مرة ما هو زعيم البومة حرام عليك. تقارن حق سكر بهذا؟ هاول. يضحك وكاسة. متبسم. شفتوا قلت لكم لبن لونه ابيض. اول مره اشوف واحد يصب لبن ملعقه رز. مياكو جانا يكي ما شو كوريغوريمو كيو تسكيتينا هاي دون توري وكاتا ديس. شايف وكاسا يعتمد عليه. العافية. شلي لي ندب. شاو شاو. ثانك يو فور سيفينج مي. البارح كنت حبث العصرية بس عشان عندي كم شغلة في البيت بسويها هنا الغرفة ذي بالذات. الدمج هنا. ايوه يب الماي بنسجية الدمج. فايش كنت بقول لكم؟ ايوه كنت شغال على كم شغلة للبث كذا ففضلتها بصراحة البث نفسه. قلت خلصها وبعدين خير ان شاء الله. اتوقع يقويهم الماي ذي تقويهم تضعفني انا. مياه منعشة للزومبي. تجعلك زومبي شباب. في طريق هناك. في شلال. يطيح هنا. واو زومبي. Everywhere there is zombie. ما أعرف ليه حسيت بيسوي لي أتاك أحمر. أنا كمان استنيته لين ضربني بعدين سويت أكشن. غبي 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 غبي. كان في احد نجي من وراه هنا. هو اللي بيجي من ورانا. هيا 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 هيا.
يا ديزي هذا بهذا السلاح الحياة ايزي لو لف الحق والسات كمان يا سلام يزيد السكيل نو نو هذه ختلة انا ما ارضى بيها انا ما ارضى باللي صار قبل شوية صديت ترى العن شكل الشيطان لفل لفل حبيبي لفل هذا غوريلا مشكلة ممكن ما يشوفني كذا كان مداني اروح له بس ما ادري اللي خفت يبقى نبدا بسنيكي بفكر افك الالت حقي ليش لا تعال تعال كم هير كم تو بابي ايزي عملنا فنج لحد هذا مو زومبي واي وي كيل بيرسون وي شود كيل زومبي اونلي والله ودي انزل تحت اشوف ايش فيه مليان لوت خلينا نكمل هنا ونشوف ايش فيه وبعدين اتوقع في النهايه في النهايه بنزل غصبا عني هذا مجرد توقع ارجع في شكلك ما صديت اهدى علينا بس قريب تستن قتلناه يا اخي اللعبه لما توقفها شويه فتره ترجع تلعبها يضيع الوقت عليك ولا تضيع عليك المهارات اللي كنت تلعب بيها ما اعرف كيف اشرح لكم تعود اللي انت كنت فيه شيء زي كذا معقوله بس شكله بس تسى باقي لها نص المرحله يمكن احدكم الله يصلح بالكم ما سويت عمليه تجميل مين سوى عمليه تجميل خشمي زي ما هو بس في الباور كريب تعرف كيف لما ينزلوا شخصيات جديده تكون اقوى من الشخصيات القديمه نزلوا ستريمر جدد يا شباب اوه بوبا ليدي ميدوسا لا تقول لي تحجرتهم برضو فاتحين عيونهم سوبراشي ليدي سوبراشي سوبراشي تعال هنا مشكلة ضربناها أهم شيء خر عليك ممكن تخليني أضربك عشان أجمع شوية طيب شكرا لك صديت صديت العافية عليك هيا لا تحسها اسمها باشي هاي بركزت عليها اللي تقول ما منه فايدة وا سريعة كلب ضربة مو معقول حرفيا ضربة مسكتنا توقع بتموت خلاص هو قتله حتهرب تجي ثعبان كبير اخر المرحله يبري هذه ميدوسا الحقيقيه اهم للسعينه مين دي تطلع ديمون تطلع هذه الحقيقيه
اوه ليدي زين. طب مدامه كان يحميكي ليش ما ادري، في اسئلة كثير وناس كثير ميتة، حس هي علقت نفسها.